الدولة المالية بتاعتهم، في عوامل كثيرة جدا في اتخاذ القرار. مفهوم. السيدات بقى الفريق الوحيد اللي خد بطولة السنة دي. صحيح. لما عملنا ايه؟ لما عملتوا ايه؟ لما سبتوه زي ما هو. مين قال لك؟ هو احمد فتحي مين؟ ايه اللي انت بتقوله؟ انا بتكلم على التعاقدات. لا. لا. ها. لما غيرنا المدرب. يبقى اذا في حالات لما بتعمل فيها تغيير لانقاذ ما يمكن انقاذه ممكن تجيب نتيجة ايجابية. ممكن تجيب نتيجة. يبقى اذا انت بتحاول والتوفيق ايه؟ من عند ربنا. الاول اخترته الكابتن حسام شكري. لا احنا جينا لقيناه موجود. تمام. صح؟ تمام. فما لعبناش فيها. تمام. صح؟ النتائج لم تكن تمام. على اكمل وجه. فسالنا ايه المشكله؟ ده كان معاهم احمد فتحي لما كانوا بيكسبوا قبل كده ومشوه. فطب ما يا جماعه نقدر نتعاقد؟ استعرناه مشكورين من نادي سبورتنج اللي بنشكره يعني ان هو ادهولنا اعاره للبطوله دي في فتره قليله جدا، قدر يلم البنات ويحقق بيهم نتيجه اكثر من رائعه في صاله النادي الاهلي. هنا بعد التتويج بالبطوله احتفلتوا ازاي الاول؟ قبل ما نروح للسؤال اللي جاي ده اللي مش عارف هيزعلك ولا لا، بس حضرتك دايما متقبل الاسئله ودي حاجه بحبها في حضرتك يعني. احتفلتوا ازاي بالفريق ده اللي كسب الاهلي في الاهلي؟ انا شخصيا كنت مسافر. تمام. فانا مش بتاع يعني لكن جابوهم في النادي وكرموهم وهنوهم على الانجاز اللي خلانا بس ايه نشم نفسنا شويه. الاستاذ مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك، مباشره بعد تتويج فريق سيدات الطائره في الزمالك على حساب الاهلي بافريقيا، هنأ نفسه واستغرب احتفالاتكم، لانه اللي عمل الفريق ده هو مجلس مرتضى منصور وابن مرتضى منصور عضو مجلس الاداره احمد مرتضى منصور. ايه رايك؟ هذا صحيح جدا، بس الجمله ناقصه. ليه؟ وباقي الفرق. يعني هو فعلا اللي جاب الفرقه دي وجابها بارقام حضرتك تعلم المشكله اللي موجوده واحنا محافظين عليهم ونديهم حقوقهم وكل حاجه. صح؟ مشكله موجوده اللي هو بمعنى ان انتوا اضطررتم لدفع كل هذه المرتبات. ارقام كبيره. بس لما جيتوا تجددوا للبنات زودتوا؟ لا ما زودناش. ما زودناش، كل الارقام زي ما هي. العقد انتهى اتعاقدنا معاه جديد بزياده لا تتعدى ال 10%، لان الارقام اوريدي كبيره. الارقام اوريدي. خلينا دول بنات محترمات وجابوا لنا بطوله في وقت احنا كنا محتاجينها وبذلوا مجهود اكتر من رائع وجالهم مدرب كابتن احمد فتحي ممتاز وكسبوا. خلينا ارجع للجمله اللي انت قلتها. رئيس الزمالك السابق. هو ما قالش ليه كده لما خسروا الدوري والكاس نفس الفريق اللي هو جاي. ايه؟ ما طلعش ليه؟ هو انا ساعه المكسب انا اللي عامل دي، طب ساعه الخساره بس حقه يفتخر بان البطوله الوحيده اللي تحققت في العاب الصالات ونفس الفريق من خلال فريق كونه بنفسه. يا سيدي حقه. حقه. طب بس هكمل بقى الجمله. اتفضل. وباقي الفرق. مش انت اللي عامل السكواد ده كله في كل الفرق؟ مش انت اللي سبت اللعيبه دي تمشي في الفولي وفي الهاندبول وفي كل اللعيبه سابت النادي ومشيت؟ ما ده بتاعك. انا ما عنديش مشكله. اطلع قول انا نتائج السكواد اللي انا كنت عامله في الموسم السابق ان انا فرقه البنات كسبت. تمام. لكن خسرت الهاندبول وخسرت يعني الجمله تطلع صحيحه كامله يعني. تمام. سربت المرتبات الجديده للاعبات في الايام اللي فاتت. غير صحيحه اللي اتسرب ده. غير صحيحه؟ بجد؟ طب ممكن نذاعها على الشاشه؟ لا 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 مفيش داعي. اهي والله قبل ما اقول بلاش اتذاعت. مفيش داعي. وعيد دي ارقام غير صحيحه؟ غير صحيحه. فريده ما بقتش